نظمت مؤسسة حياة كريمة في محافظة دمياط ندوة تثقيفية لطلبة كلية حقوق جامعة دمياط، خصصت لعرض إنجازات مشروعات حياة كريمة في مركز كفر سعد. وقال المعتصم بالله الجندي منسق حياة كريمة بدمياط إن هذه الندوات تهدف لنشر الفكر التطوعي نظريا وفكريا للشباب من خلال المحاضرات النظرية ونشر الفكر العملي الميداني لمؤسسة حياة كريمة، والتي يتم من خلالها رصد مشروعات حياة كريمة من منشآت وأعمال بنية تحتية لتحفيز الشباب على العمل التطوعي، والتي تشمل محاضرات داخل الجامعة لشرح أهداف وإنجازات مؤسسة حياة كريمة. شرحنا للطلبة يعني ايه العمل التطوعي. عندنا مشاريع قومية عملاقة تم تنفيذها بقرية كفر المنازلة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في مشاريع الصرف الصحي بنسبة إنجاز 98%، مشروع الغاز الطبيعي تم إيصال الغاز الطبيعي للمنازل عندنا بنسبة 80%، كذلك تم إنشاء مجمع خدمي إداري ومركز تكنولوجي لخدمة المواطنين ومجمع خدمات زراعية ووحدة بيطرية، وتم إنشاء نقطة إسعاف بنسبة إنجاز 100% لخدمة القرية. حياة كريمة دي بالنسبة لنا كانت حلم وتحقق على أرض الواقع، اتحقق على أرض الواقع بأن احنا قرية السوالم مركز كفر سعد حصل عندنا إنجازات كبيرة دلوقتي وحاليا بتحصل. تم إنشاء بيحصل دلوقتي صرف صحي وبتجدد عندنا، دخل عندنا مواسير الغاز، وتم إنشاء مركز شباب، وتم انشاء مركز تكنولوجي. احنا في منشيه ناصر انجزنا بعض المشروعات كرفع كفاءه مركز شباب منشيه ناصر ومدرسه منشيه ناصر للتعليم الاساسي، جاري العمل بمشروعات تبطين الترع الابليه والترع البحريه، جاري العمل بمشروعات الصرف الصحي، جاري العمل بمشروعات الغاز الطبيعي توصيل المنازل، تم الانتهاء من رفع كفاءة مركز شباب منشية ناصر. أنا تبع المركز شربين التابع لمحافظة الدقهلية. حياة كريمة عملت المشروعات كتيرة في مركز شربين، منهم قرية الحصص، عملت في قرية الحصص محطة صرف صحي ومحطة المياه، وعملت طورت من المدارس الإعدادية والابتدائية.